حياكم الله مشاهدينا الكرام، رمضان كريم عليكم، تقبل الله صيامكم وقيامكم ان شاء الله دائما وابدا، والله يديم جمعتكم ويا رب يديم عليكم الافراح والمسرات. انت الرابح وحلقه جديده، ونستقبل بها هذه الحلقه ايضا اكو اوبشن جديد اليوم، مو بس مشاركات واسئله اليوم. مجرد اللي يعطينا تهنئه بمناسبه اليوم ليله ولاده الامام الحسن سلام الله عليه، ان شاء الله باكر يوم الولاده، فلذلك اللي اليوم يخابر ومجرد يهني ندخل القرعه يعني مو الا سؤال او مشاركه، فلذلك اليوم حلقه يكون اسهل واسلس واخف وان شاء الله احلى، وان شاء الله تليق بكم وبكل متابعين قناه الامام الحسين. هنيئا لكم ولاده الامام الحسين سلام الله عليه، وايضا هنيئا لكل كوادرنا وشبابنا وعوائلهم، وبالتالي التهنئه موصوله لكل مراجعنا العظام وكل المسلمين بكل بقاع العالم. اذا ناخذ اول اتصال. زينب، زينب بن الفلوجة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك يا رب. رمضان كريم، تقبل الله صيامكم أخت زينب. صيامنا وصيامكم يا رب. أسعد الله أيامكم بليلة ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. الله يسلمك يا رب ويحفظك. الله يسلمك. يلا ممكن ناخذ منك اليوم تهنئة ندخلش القرعة، ممكن تختارين سؤال، ممكن تعطينا مشاركة. شنو؟ سؤال. يلا سؤال. سؤالك يقول، وإن شاء الله يكون سؤال سهل إن شاء الله، ورد أن النبي صلى الله عليه وآله لعن في الخمر 10 أشخاص، أذكر 7 منهم، ذكري الاثنين. ها ها يا زينب، زينب تسمعينا؟ الو، تقول لك اثنين والله لا، علو لي صوت زينب شويه ما اسمعها. اي ذكري الاثنين. ها زينب، يلا اختنا العزيزه عندنا وقت قطع الاتصال، يلا ندخل القرعه. واي واحد يتصل يقول السلام عليكم يقول اسمه ندخل القرعه. اتصال اخر. الو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. زهراء إيش؟ ياسمين. زهراء نجم البصرة. زهراء نجم حياك الله. زهراء البارحة فاطمة ماكو؟ إيه كانت طالعة. يلا الله يوفقكم إن شاء الله. يلا خدنا العزيزة. سؤال مشاركة تهنئة. لا سؤال. يلا سؤال. سؤال نفس اللي انطينا لزينب وانقطع الاتصال. شنو السؤال؟ عشان طافي الكهرباء. هو سأجت؟ عيد السؤال. ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن في الخمر 10 أشخاص، يعني الناس اللي تشتغل بالخمر، حتى سهل الموضوع. تمام، 10 أشخاص، من هم هذول العشرة؟ ها ما أعرف السؤال يعني مش فايعيش. أكو 10 أشخاص أوصى بهم النبي أنه هذول عليهم اللعنة، تمام، بسبب انهم يشتغلون بالخمر والعياذ بالله. ها ها زهراء ما يلا خلي بس باركي بمناسبة ولادة الإمام الحسن حتى ندخلش القرعة. بس اعطينا مباركة او تهنئة بمناسبة ولادة الإمام الحسن اليوم ليلة ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. تباركين مولد الإمام الحسن إن شاء الله. إيه بس هم مقبولة منك. يلا دخلت القرعة، شكرا لك يا زهراء. اتصال آخر. ألو نعم. ألو حميد. ألو حياك الله حميد. حميد من واسط. رمضان كريم عليك إن شاء الله. عليكم عليكم الله أكرم. صيام مقبول وتحياتي لك. حميد عندك تهنئة؟ والله لا سؤال. سؤال تري سهل صعب؟ والله سهل، انا فايز وياك موت البارحه بس ما عرفت ايش الجائزه. خابرت ورا البرنامج؟ لا
قابلت ما حد جاوبني، قل لي ولا تعالي كربله ما اعرف شلون. مو هذا النظام صار عندنا انه لازم تسوي كربله. شوي ظرف صعب والله. ها اي والله ما اقدر اجيكم ان شاء الله. تحياتي يعني تعال، احنا هم نريد نشرف شوفتك وهم الله يرزقك الزياره. تحياتي لكم وتحياتي الكادر هاي القناه، قناه الامام الحسين. اي يسلمك ويخليك. اي والله موفقين ان شاء الله وصيام مقبول ان شاء الله. الله يسلمك حميد. بس ثبت لي انه الشباب ما جابوك لو قلت لك تعالي الكربله. قال لي ولك تعالي الكربله يعني جابوك. اي اي جيد. مو احنا هذا النظام انه لازم تجي الكربله حضرتك تستلمها. هسه ان شاء الله شوكت ما رب العالمين نسقك الزياره تجينا الكربله وتشرف. ربي يوفقك ويستر عليك وان الله يسلمك. الامام علي بعد له اربع ايام ندعي لكم ان شاء الله. كل الهلا كل الهلا بيك. الله يخليك. يلا حميد دخلت القرعة مباشرة. الله يسلمك. الله يعزك. حياك الله حميد من واسط. طيب. شكرا لك. الله يسلمك. يلا اتصال آخر، أحتاج بعد أوراق. هلو، منو من ديالة؟ عبد الحي من ديالة. عبد الحي؟ إيه عبد الحي النعيم من ديالة. والله والنعيم، شلونك عبد الحي؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. يلا عبد الحي تم شو شايف برنامجنا قبل؟ لا هاي يومي أنا سارع كل ما أدق ما جا حصلكم اليوم أول مرة حصلكم. مع الأسف. يلا إن شرف إنه اليوم حصلتنا. يلا سؤال تري سؤال سهل لو صعب. والله إذا سؤال سهل. يلا سؤال ال بعد هذا السؤال اللي شوي عصلك علينا بعدين نرجع عليه. السؤال السهل إن شاء الله يا عبد الحي، ابتعد عن التلفزيون حتى نسمعك بوضوح. يلا ما هم الأصفران؟ راح عبد الحي. يلا مجرد اتصل بينا عبد الحي دخل القرعة. اتصال آخر. هيثم منين؟ من بابل. هيثم من بابل، حياك الله يا هيثم. بعد روح عزيز. كل الهلا يسلم روحك. شلونك؟ صعدوا لي صوت هيثم. شلونك عزيز؟ شلونك؟ الله يسلمك ويخليك هيثم. عيني. سؤال تسلم عينك. مشاركة تهنئة. سؤال سهل لو صعب تريد. طيب سهل مو صعب. السلام عليك يا سيدي مولاي أبو الشهداء ورحمة الله. يلا سؤال. وسؤال يقول، وإن شاء الله سؤال سهل إن شاء الله. سؤالك ما هما الأصفران؟ والأصفران ما هما؟ الأصفران؟ أي الأصفران ما ها ما عرفتهم والله. يلا حاولوا ياي. هو فتشي معدن والثاني ايه نقول اعشاب وزراعي هيك شيء. لا مو الحنطه. يلا لا مو انت قلت الحنطه بس لا تجيب بالك من الحنطه. لا بالي من الحنطه. صح عندنا واحد. اعطيني المديان بلا زحمة عليك استاذ على ما هيثم يجاوب. عندنا واحد دائما يجاوب غلط من يمه. اي هذا اي اي. يلا هيثم عيني. يلا الاصفران قلنا لك واحد معدن غالي والثاني فتشي عشبي غالي شويه. الاصفران ما عرفت والله شو. اثنيناتين ينباعن بالغرام، واحد بال الحنطه. لا مو الحنطة بالغرام، قلابيات وداتك أجيب لك. لا فتشي ينباع بالغرام وشي ينباع شو يسمونه بيش سعر الذهب يقولون مثلا بيش مثقال الذهب. اي ذهب. ذهب واحد. يلا زين بعد واحد. يلا خلاص هاي ذهب ودخلناك القرعة اللي وراك نشوف يعرف الأصفر الثاني. يلا شكرا لك يا هيثم. صال آخر صار آخر. ألو تهانينا لسيدنا النبي وبضعته ومولانا الوصي فنور المجتبى قد لح يجري. ألا صلوا على الصبح الجسيم بسم الصعف مولود بشهر رمضان. بدر الحسن يا ناس ينور الأكوان. بدر الحسن يا ناس ينور الأكوان وللنبو آل البيت ولد القرآن. السلام عليكم. عليكم السلام. أحسنتي. أول شغل أعرف اسمك حتى أهنيك. فادية. منو؟ فادية. فادية حياك الله أخت فادية.
فادي صار لك كم حلقه غايبه سجلناش بالغياب. والله هذا الوقت يعني انت الاحيان اقرا قران. الله يوفقك ان شاء الله. الله يوفقك ماجوره يا رب. اخذنا العزيزه فادي الله يوفقك وشكرا لهذه القراءات وهذه التنه ودخلتوا يعني القراءه. الله يسلمك. يلا اتصال اخر. الو نعم. من واصل؟ فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام. رمضان كريم يا فؤاد. الله اكرم. الله يسلمك. على المؤمنين والبنات وعلى المراجع وعلى جميع شيعه امير المؤمنين وعن الامه الاسلاميه والمراجع الاستثاني بولادة الامام الحسن كريم اهل البيت فاطمه الزهراء. سلام الله عليك. حبيبي يحبك الله مرة ثانية. يحبك الله يا أخي العزيز. الله يسلمك. شلونك شو صحتك؟ حجي فؤاد احنا ذاك اليوم سمعنا منك مشاركة يمكن؟ اي يعني شاركت ب اي انا خابركم وبعض مرات الولد ما جابوني فاريد شوية بس انت مهم حتى معذورين اتصالات وهاي الولد ما يجاوبك لين عندنا الولد بالاتصالات. حبيبي انا شاركت وقدمت مشاركة صورة الكوثر وال على راسنا. على راسنا على راسنا. يلا حجي فؤاد كيف العزيز؟ شلون سلم له على الوليد العل كادر يوصل يوصل يوصل. تحيات كل الاخوان لك حبيب قلبي انا محمد. الله يسلمك. يلا دخلت انا القرعه يا حجي فؤاد الله يسلمك. يلا اتصال اخر. الو نعم. نور من واصل. ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. رمضان كريم. رمضان كريم ان شاء الله. علي عليكم وهنئكم ان شاء الله بولادة الامام الحسن عليه السلام. احسنتي. الله يهنيك ان شاء الله. كريم اهل البيت الله يحفظكم ان شاء الله. سلام الله عليك. يلا نكتفي بالمباركه لو نعطيك سؤال. سؤال سؤال ان شاء الله. يلا سؤال. احنا عندنا اعطينا سؤال اخذنا منه جزء من الاجابه. ما هم الاصفران؟ فكانت واحده من الاجابات الاصفران واحد منهم الذهب. الثاني شنو؟ على وزن آن مثل الأصفران هيك زعفران هيك أمور. ها ما عندي معلومة بصراحة. أنا جاوبت ترى على وزن الأصفران خلينا نقول مثلا زعفران. ها يا أخت نور يعني شنو زعفران؟ الزعفران جاوبت صحيح. يلا غير نسهل أمر المشاهدين. يلا اخذنا العزيزة شكرا لاتصالك. اتصال اخر. الو نعم. منو؟ ابو مها. ابو مها حياك الله. افقاك الله بعد قلبي. رمضان كريم علينا وعليكم. صيام مقبول. بعد قلبي تقبل اعمالك. الله يسلمك ويخليك. ابو مها بعد قلبي. اي يسلم قلبك. عندك مشاركة احسك ما ادري ليش. اي أيوة والله. يا الله نسمع. يا الله يا قلبي يا الله. يا الله يسلم قلبك. يلا اسمع. أنا أحب المشاركات وهو مبين راح يقرأ شعر شعبي وأنا أحب الشعر الشعبي. يلا ما دخلتوا أنا القرعة. أبو من هو؟ عمار منين؟ عمار عبد الكريم من البصرة عيوني. عمار من البصرة. كل الهلا يا عمار. رمضان كريم تقبل الله صيامك إن شاء الله. بك أكرم رحم الله والديك. أسعد الله أيامك بولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. رحم الله والديك. يلا عمار سؤال مشاركة تهني حبيبي. شنو هو السؤال؟ محلك هذا ما نختلف ان شاء الله. شلون؟ اقول لك صار لنا ساعه عندك وساعدنا. كلنا هلا فيك. احنا اسفين بس يعني هذا من نعم الله علينا انه اتصالاتنا هواي. تحياتي لك وللكادر. الله يسلمك. يلا نعطيك سؤال سهل شويه لو تريد تهنينا بمناسبه ولاده الامام الحسن وندخلك. خير ومدة تيدي. خير ومدة تيدي. أنا لا حد يلعب هيك وياي. أنا أعصابي بسرعة تتلف يعني ورأسين دخلك القرعة. ترى أخلص الحلقة بدون سؤال. يلا سؤال آخر. ألو نعم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من شارك؟ حياكم الله. بس أعرف اسمكم. أسراء عليك. أسراء حياك الله أخت أسراء. الله يسلمك. أسراء رمضان كريم عليك تقبل الله صيامك إن شاء الله. عليكم ان شاء الله. اسعد الله ايامكم اختنا العزيزه بليله ولاده الامام الحسن سلام الله عليه. اشكرك. يلا سؤال مشاركه تهنئه. سؤال. يلا سؤال وان شاء الله يكون سؤال سهل. يلا هنشوف سؤال شنو يقول. قال النبي صلى الله عليه واله لاصحابه عليكم بالشفاعين فما هما؟ ها شنو؟
النبي محمد صلى الله عليه وآله قال لأصحابه عليكم بالشفاءين، أكو شيئين هما للشفاء، شنو هذين الشيئين؟ آيات القرآن مثلا. القرآن جواب صحيح. يلا خلينا ناخذ الجزء الثاني من الاتصال اللي بعدك. شكرا لك، حياك الله يا أسراء. اتصال آخر. ألو نعم، منو؟ أنوار. ألو، حياك الله يا أنوار. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير، الله يسعد أيامكم. أنوار، سؤال، مشاركة، تهنئة. ها أنوار، ألو تسمعيني أخت أنوار؟ انقطع الاتصال. يلا خلنا نعزله بعد اللي بس اتصلها من دخل القرعة، بس خلينا نشوف الكت ترجع لأخت أنوار. اتصال آخر. ياسر من صلاح الدين. ياسر خليت لك غلط. ياسر رمضان كريم. ياسر ألو. رمضان كريم، علينا وعليكم إن شاء الله. الله يوفقك، الله يتقبل صيامك إن شاء الله. إن شاء الله، رحم الله والديك. الله يسلمك، موفقين ومباركين بليلة ولادة الإمام الحسن سلام الله عليه. إن شاء الله، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يلا ياسر، عدنا ثلاثة أوبشنات. أول مرة إن شاء الله. إن شاء الله مو آخر مرة. عدنا تريد تدخل القرعة مباشرة وبس تهنينا نمشيك. تريد سؤال نساعدك فيه. شوف هذا الموضوع مال أنا أول مرة أشارك، وأنتم خوش برنامج راسين خليني أدخلك القرعة. تمام ان شاء الله. بقت يمك، بقت يمي. اذا بقت يمي اسالك سؤال، تعالي علي بس كنت اسالك سؤال الا بالجوجل ما تجاوبه. يلا ياسر، ما انت اول مره طلنا هنا بمناسبه الولد الامام الحسن سلام الله عليه حتى ندخلك القرعه مباشره. هو انا اول مره اشارك. اي بس قل لنا تهنئه بمناسبه ولاده الامام الحسن، ليله ولاده الامام. اهني العالم الاسلامي ولاده الامام الحسن سلام الله عليه. هاي هي؟ يلا هاي هي مقبولة، أهم شيء النية. يلا هاي هي. دخلت أنا القرعة. حياك الله يا ياسر، حيا الله صلاح الدين. اتصال آخر. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وياكم فاطمة نجم من البصرة. فاطمة نجم من البصرة، حياك الله يا فاطمة. رمضان كريم عليك. علينا وعليكم، نهنئكم بذكرى ولادة الإمام الحسن عليه السلام. سلام الله. والإمام صاحب العصر والزمان. أجل الله تعالى فرجه. ايه كم التهنئه؟ يلا مشاركه. ايه مشاركه. يلا نسمع من اسم المشاركه. على الامام الحسين عليه السلام لولا ثلاثه ما وضع ابن ادم رأس بشيء، الفقر والمرض والموت. صدق الامام الحسين عليه السلام. صدق الامام الحسين سلام الله عليه. شكرا لك يا فاطمه، موفقين ان شاء الله ومجورين واحسنتي. اتصال اخر. كبرت انا. سؤال آخر. أنوار من الديوانية، خلنا ندخلها القرعة لأن شنها بعد ما تحصل مرة ثانية. منو من صلاح الدين؟ حسين علاء طيام. حسين شنو؟ حسين علاء طيام. حسين علاء، حياك الله. حياك الله يسلمك. رمضان كريم، قبل الله صيامك أبو علي. والله والديك. حسين شنو فاطر فطور ثقيل ضايج؟ لا تحول ضايج. ها؟ دايخ شوية. دايخ صاد علي. شربت لبن هواي؟ اي والله. شربت مية هواي؟ اي والله. لا ايش تقول، احنا مقدمين البرامج ناكل بحذر عاد اليوم طبعا. احنا ناكل بحذر على برامجنا نقدر نكملها بدون لا ننعس. يلا الله يوفقك. يلا حسين، سؤال، مشاركة، تهنئة، شنو؟ سؤال. ها؟ سؤال. سؤال. يلا سؤال، واحنا جاوبنا على جزء من السؤال وراح ناخذ منك الجزء الثاني حتى نسهل موضوع السؤال. السؤال هو من هم الشفائين اللي اوصى بهم النبي محمد صلى الله عليه واله اصحابه؟ قلنا القران، وبعد اكو شيء ثاني اوصى به النبي. خياراتكم. لا الموضوع سهل، هو هم تقريبا لونه اصفر، الكيلو من 16 الى 30 حسب النوع. ها ينباع بشي ايش؟ القرآن عسل. العسل والقرآن عسل. 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 ايه صحيح جوابك صحيح. شون شون عرفتها؟ ما ساعدك صديق على راسي. اسمع صوت صديقك، تحياتنا له. يلا الله يوفقكم ان شاء الله ويديم صداقتكم. الله يسلمكم. يلا اتصال اخر. الو نعم. ايناس من بغداد.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخي العزيز؟ حياك الله أختي العزيزة، رمضان كريم عليك. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. الله يهنيكم بذكرى ولادة الإمام الحسين، ليلة ولادة الإمام الحسين. سلام عليكم المشاهدين. الله يسلمك ويخليك. يلا يا ناس. ممكن سؤال أخوي العزيز؟ أيه. أنا حابة أعطي مجال أمرين. أيه. أنا كنت وياكم تقريبا صار 10 أيام والخطوط أدق عليها مغلقة. لا. وأنا من بغداد ما أعرف شنو الجائزة. تمام. إيناس بعد ما تخلص الحلقة الشباب يبقون 10 دقائق بس اسمحي لي. لا الخطوط مغلقة ما تنفتح، وأنا مراقبتهم. هسه شباب الكونترول راح يسجلون رقمك أو طلع من الجو خليك تشوفي. يعني تعرف هي الجائزة شنو؟ احنا أنا ما أعرف الجائزة شنو. يعني مو تعرفوا أنا من بغداد، يعني صعبة صفتي، يعني بسيط يعني من عندي اسم، يعني صعبة تزورين احنا بين الحرمين. والله أنا ما جاي أكذب عليك. طلنا لقطة بين الحرمين سجاد بلا زحمة عليك. تمام طلعي من الجو، الكنترول راح يحكي وياك حتى ياخذوا رقمك ويعرفوك بطريقه استلام الجائزه. اختنا العزيزه يا ايناس، يلا كوثر من كربلاء. يلا كوثر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مبارك عليكم الولاده. حياك الله، الله يبارك ايامك ان شاء الله، ولاده الامام الحسن سلام الله عليه، ليله الولاده. أي. يلا كوثر، سؤال مشاركه تهنئه. مشاركة حديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه، يلا نسمع. قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم بكلتا يدي الورد، وقال هذا سيد ريحان أهل الدنيا والآخرة. أحسنت الإمام عليه السلام. أحسنتي، بارك الله بك، شكرا لتصالتك يا كوثر، حياك الله. سؤال آخر. ألو. نعم ألو. تمام بس حتى نأكد على معلومات جاهزة، احنا شباب يبقى التليفونات مفتوحة 10 دقائق بعد الحلقة، لأن اكو هواي اكو اتصالات تجي بعد البرنامج وهذا الموضوع يشغلهم ويأثر على الراك وعلى الأجهزة اللي خاصة بالقناة، لأن انه يطلع من خارج الكنترول. اتصال. ألو. نعم منو جاي؟ ممكن تردوا لي الاسم شباب؟ ألو. راح؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وياك الله. رمضان كريم، تقبل الله صيامكم، ممكن تعرف حضرتك؟ حيدر سعد المناصري. حيدر كل الهلا. حيدر اليوم هم محضر؟ ها؟ اليوم هم محضر مشاركة حيدر؟ إن شاء الله محضر حديث. يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين ريحانة سيدة شبابي أهل الجنة. صدق رسول الله. صدق رسول الله. ممكن أخوي يشارك؟ يلا يا حيدر أخوك يشارك، تأمرنا أمر أنت وأخوك والناصرية كلهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم، الله يتقبل أعمالكم. نحن الشعب العراق ويوم الشامية بولادة الإمام الحسن السلام عليه السلام والإمام المنتظر. أحسنت، الله يوفقك. يلا اسمك قبل لا. محمد سعد. محمد سعد. كل الهلا محمد حبيبي. محمد الله. نكتفي بالتهنئة لو تاخذ سؤال. هي بالتهنئة. اه هي دخلت على القرعة تأمرنا أمر. حياك الله يا محمد. اتصال آخر. ألو. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يسعد راسي وياكم خادمكم وشاعر الحسين من الديوانية سيد معين ورصيدة قليل كل. مخدوم سيد معين دخلت القرعة. سيد معين الزاملي شاعر الحسين ان شاء الله وخادم زينب وياكم من الديوانيه. الله يوفقك ان شاء الله والدين بالخدمه الحسينيه من الديوانيه، حياك الله سيد. انا رصيد ما عندي، لا تحولنا عنك وخاف رصيدي يخلص او تقدر تستعجل تحول. هاي هي دخلت القرعه يا مولاي. لا اريد مشاركه شويه خاف رصيدي ما يخلص. تقرا لنا يعني ابيات؟ ان شاء الله بس حولنا على الجو. انا بالجو انا وياك احمد خضر الخفاجي والله. بعد قلبي اقول ان ولد عباس هاي للعباس سلام الله عليه الكتابات خادمك. والنعم مخدوم ان شاء الله. ان ولد عباس بس من ان ولد غير. ايه. البارش كثر بي وقفات خلوه. ايه. وجت انبياء الله تبوس عباس وتلقى الضيوف وقام صلى. الله. وقام يناجي ربه عمره نص يوم. اها. وظل يشكر إلهه وطيب فضله لحد ما صاحوا الخطار أبو حسين بفاضل بزرتك لو بزرك الله. الله الله. وبعد شو أقول؟ أقول عن السويت لله وهيك حباك. إيه. دخيلك شنو هالتقدير أبو حسين؟
أنبياء الله تبوي أنبياء الله تدق باب الله مرات يطلع لهم ملك يسألهم منين الوحيد أنت على من سيرت ليه بدال الباب فكالك حياطي الله خادمكم أني أنا شارب موجود عليه بس أطلب من هالشارب من هالشارب الغانم تنزلني بالقرعة وطلعني أنا نزلتك بالقرعة بس ما لا فوزك هذا الموضوع ما يتحكم بي هذا يم الله بالله مش أزورك أتشرف فيكم الله يوفقك كل الهلا شو قد ما تجي أديتك خاصة إن شاء الله موجودة سيدنا مولاي شوفوا على الأرض وياكم خادم زينب إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله ودوم بهذه الخدمة وبهذه الروحية حسن من بغداد حياك الله أبو فلاح حسن تسمعني؟ إيه سمعت رمضان كريم علينا عليكم خب الله سيامك حسن الحمد لله حسن مشاركة سؤال تهنئة مشاركة نسمع يلا يلا دارمي دارمي أنا جاني كلامي سلامي ودون الشيط الله ما صنع صركاب وعناطر ريشات اسمي الله ويطوني ويدوني خذوني من جيسني جيب مك يا أخويا الله حسن الله حسن يلا أخوك ألو أبوك ألو نعم حسين حسن هلا حسين رمضان كريم عليكم علينا الله يسلمك حسين أنت من يوم محافظة مشاركة أنت من يوم محافظة وطن الغالي منين؟ من بغداد ايه من بغداد هيك قل لي حتى ثبت وياي واذا اخوك قال لي من بغداد يلا نسمع مشاركتك حسين وطن الغالي وطن الوطن الى اخواها طول الجليل وطن الغالي فيه الى وطن الغالي فيه اسى وطن الغالي ابو يبارك وحسن وطن الغالي الله يوفقك حسين يلا الجاية إن شاء الله تحفظ شعر لأهل البيت سلام الله عليه حياك الله يلا اتصال آخر ألو نعم نلحق نسوي قرعة لو نلحق قصدي نأخذ اتصال لو نسوي قرعة ما نلحق يلا قرعة يلا أكلوني الأوراق لذلك ما راح أباوع لا طلعني طلعني حتى ما أباوع لك غمض عيوني شار يلا الفائز أو الفائزة ويانا هو أو هي من واحدة من المحافظات الكريمة اللي نحبها اللي دائما وابدا نكون خطار عليهم وإن شاء الله الله يديم عزهم إن شاء الله أبو مها من الديوانية فائز ويانا بهذه الحلقة أبو مها من الديوانية إذن مبارك للأخ أبو مها يتصل بعد البرنامج حتى يتعرف على طريقة استلام الجائزة خلي نروح لسي جي الفائز ونرجع لكم مشاهدين رجعنا لكم مشاهدينا الكرام حياكم الله واهلا وسهلا بكم في البارت الاخير وان شاء الله وصلنا الى ختام هذه الحلقه مبروك للاخ ابو ما وكل الفائزين بكل الحلقات السابقه تقبلوا تحياتنا لان وصلنا الى ختام هذه الحلقه لا ذلك الحين نلتقيكم غدا ان شاء الله نفس الزمان والمكان على قناه الامام الحسين وبالتاكيد كل برامجنا وهذا البرنامج واحد من كل برامج قناه الامام الحسين هو مهيئ ومحيوك احياكه لو تعرفون المراحل اللي يمر بها البرنامج حتى يظهر لكم في سبيل أن نظل عند حسن ثقتكم تقبلوا تحياتنا نلتقيكم باسنا في الزمان والمكان لا ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما راح أقول لك روح اللي هنا سوف فلو خاف يقولوا لي